عندي أول شيء نتطلع هذا عندي هون هذول series of impulses. وعندي هون U of T داخل عندي هون. والترانسفر فانكشن G of S تساوي 1 على S plus 1. هلا هون بصير عندي اني اضرب الاثنين Y of S أو Y of S star تساوي Y star. تساوي y star of s وتساوي u of s star مضروبة في g of s هاي الفانكشن. إذا أخذت هون star راح يكون عندي u star of s g of s star. إذا بيصير عندي y of z تساوي u of z g of z. هلا بدي أخذ الترانسفر فانكشن تبعت 1 على s plus 1 أو البلس ترانسفر فانكشن لواحد على S plus 1. تتذكر إيش تعطيني عندنا التابلز؟ إذا بتتذكر واحد على S plus 1 هذه هون عندي بالS دومين راح تصير عندي Z على Z minus E to the minus T. تأكدوا منها أظن بالجدول مضبوطة. نتأكد منها راح تصير مضبوط عندي z على z e to the minus minus z to the minus t. اذا هاي راح تروح محل مين؟ محل g of z. هلا u of z ايش بتساوي عندي؟ عندي واحد على s هون وبتتحول هون لايش؟ لz على z minus. اذا ايش انا بقدر اعمل؟ لاحظوا اطلع على هاي. انا هون كيف اخذت هدول ضربت الزد زد فانكشنز في بعض ليش؟ لان هون عندي ستار دخلت هون وستار دخلت هون فصار عندي هذا ستار مضروب في ستار فكانه التنين سامبل من هون هدول التنين بقدر احول اخذ الزد ترانسفورم للطرفين فصارت عندي واي اوف زد بتساوي يو اوف زد جي اوف زد فصار مسموح لي ايش اعمل؟ اخذ الزد ترانسفورم ليو واضربه في الزد ترانسفورم تبع زد ايش يعطيني؟ واي زد ترانسفورم تبع واي زد وبعدين واي اوف زد ايش بطلع منه؟ واي اوف تي. إذا نضرب هلا هدول الاثنين في بعض، إذا محل يو اوف زد راح أحط زد على زد ماينس واحد وأضربه في زد على زد ماينس إي تو ذا ماينس تي. هلا أظن أنا بالسؤال هون مبسط معتبر إنه تي بتساوي واحد، خلينا نعتبر إنه تي بتساوي واحد، فإي تو ذا ماينس تي أظن بتصير 0.368 أو 0.37، فبتصير عندي هلا هاي زد على زد ماينس 1 في زد على زد ماينس 0.368. كيف راح اكمل من هون؟ بضل عامل مشترك؟ يعني ايش بدي اعمل؟ ايش لازم اعمل هلا؟ اول شيء هذول بقدرش اطلع لهم انفرس زد ترانسفورم، ايش بدي احاول اعمل؟ ضربهم بعض بعدين؟ بارشل فراكشن اكسبانشن، بدي اضطر اعمل بارشل فراكشن اكسبانشن حتى اكمل من هون. هلا راح يصير عندي هلا y of z راح اخذ y of z على z بتساوي z على z minus 1 في z minus 0.37. هلا هذا في له سبب لانه انا بدي بعدين كل شيء لاحظوا معظم ال z transforms ايش في عندي فوق؟ مضروبه بz من هون، فانا بدي احافظ على الz هاي عشان بعدين ايش اللي اعمل فيها بس اعمل expansion، ارد اطلع هاي الz اطلعها هون واعمل inverse. إذا ما كانش عندي زد هون صعب على الانفرس زد ترانسفورم، فالزد هاي كأني خبيتها هون. مش هاي مضبوطة هاي نفس هاي؟ هاي ايش راح تصير؟ زد سكوير. إذا واي اوف زد بتساوي زد سكوير على هذول التنين مضروبين في بعض، إذا واي اوف زد بتساوي زد سكوير على هذول التنين أو واي اوف زد على زد بتساوي زد على هذول الرقمين من هون. هلا بعمل بارشل فراكشن اكسبانشن لهذا الجزء من هون، هذا شو بقول إنه بيساوي؟ A على زد ماينس 1 زائد b على z minus 0.37 وتذكر انه 0.37 هي e to the minus 1. كيف ممكن انا اكمل؟ راح اضرب الطرفين، بضرب الطرفين في هاي القيمه، بصير عندي z بيساوي هاي القيمه لما بضربها في z minus 1 بتشطب مع z minus 1، ايش بصير عندي هون؟ z minus 0.37 مضروبه في a زائد لما بضرب هاي القيمه هون بتشطب هاي مع هاي بضل عندي z minus 1 في بي. ايش في قيمه لزد سريعه اعوضها حتى اطلع قيم؟
ايش في قيمه لازم تعمل واحد من هذول زيرو؟ واحد مش هيك؟ اذا عوضت هون واحد راح يصير عندي واحد ناقص واحد هذه زيرو، هاي بتصير واحد وهاي بتصير واحد ماينس 0.73. اذا بتصير عندي واحد يساوي واحد ماينس 0.36 بتصير 0.63 ايه؟ اذا ايه بتساوي واحد على 0.63 وتساوي اصلا 1.58 بتطلع 1.58. طيب ايش في قيمه سريعه اعوضها حتى اطلع 0.37؟ اذا بعوض 0.37 بصير عندي 0.37 ماينس 1 شو بتصير؟ ماينس 0.63. فبصير بي بيساوي وخلينا اضربها احسن، بصير عندي هاي ماينس 0.63 في بي بتساوي 0.37، فبي بتساوي 0.37 ماينس على 0.63 اظن هي تطلع 0.58 ماينس 0.58. اذا شو بقدر اعمل الان؟ بدي ارجع على القيمه الاصليه اللي موجوده هون اعوض في A وفي B. اذا y of z على z شو بتساوي؟ 1.58 بتساوي 1.58 على z ماينس 1 على z ماينس 1 ناقص 0.58 على z ماينس 0.37 او e to the minus 1 اذا بدك تسميها. ايش اللي خبيته هلا هون بستفيد منه؟ فالزد هذه اللي خبيناها هون بدنا نستفيد منها، بضرب هلا الطرفين بزد بصير عندي زد وبصير عندي زد. مش هذا هيك اسهل اعمله الانفرس ترانسفورم؟ مش هيك؟ زد على زد ماينس 1 ايش بتحول؟ واحد على اس. واحد على اس اللي هو يعني التايم دومين يو اوف تي. فهاي بتصير عندي كانها يو اوف تي مش هيك؟ وهاي رح تصير 1.58 ماينس طلع هاي، هاي زد على زد ماينس 0.37 هاي عباره عن ايش؟ شفت اذا طلعنا هون زد على زد ماينس اي تو ذا ماينس دي شو بتعطيني؟ واحد على اس بلس 1. بس ايش الواحد على اس بلس 1؟ اللي هي اي تو ذا ماينس شو كانت عندي هي اصلا هون؟ اي تو ذا ماينس 0.37 مضبوط؟ مضبوط عندي 0.37 رح تتحول، لا اي تو ذا ماينس هاي رح تتحول زد ماينس 1.58 ماينس 0.58 مضروبه في 0.368 او 0.37 للقوة. لازم نرجع احنا للتيبلز لانه احنا طلعناها هاي قبل. نعم احنا ما عندنا زد، انت انتقلت للاس. انا انتقلت للتايم دومين مباشره، ما انتقلت للاس دومين. هاي تبعت الاس لاني كنت انا ابدا من الاس من هناك، بس انا هون بدي ارجع على التايم دومين خلص. مزبوط؟ مش انا بدي فهمت عليك، اوكي مزبوط مزبوط كلامك، انا المفروض هون ايش اعمل؟ اعمل هيك، صح مش هيك قصدك؟ هاي هون لازم زد ماينس 1. اذا احنا تحولنا هون من التايم من الزد دومين للتايم دومين، فصارت هذه واي اوف تي، يعني المفروض حطينا واي اوف تي هناك، صحيح. واي اوف تي، شو معنى يو اوف تي؟ صفر. ايش يعني معناها فيزيكلي؟ فيزيائيا فيزيكلي شو معناها؟ لما بضرب انا واي اوف تي في يو اوف تي ايش عمالي بقول؟ لما اي شيء بضربه في يو اوف تي انه قبل التايم زيرو ما له وجود، ما فيش شيء، صفر. بعد تايم زيرو ايش صارت قيمته؟ هاي اللي موجوده هون. فهاي كاني عمالي بقول لما بضرب اي شيء في يو اوف تي بقول انه قبل تايم زيرو هون ما في شيء، صفر. بعد تايم زيرو صار له قيمه. طيب طلعوا هاي القيمة، هاي عبارة عن ايش؟ 1.58 عند تايم زيرو لما يكون زيرو هون القيمة، لأنه هاي رح تطلع سيريز اوف سامبلد فاليوز هون، بعدين احنا رح نجمعهم. هدول شو بيساووا؟ 1.58 ماينس قيمة، القيمة هاي في البداية بتبدأ قديش قيمتها؟ لما تكون ان زيرو قديش هاي بتكون؟ 0.58 بتكون هذه واحد، هاي بتصير 0.58. 1.58 ماينس 0.58 قديش بتكون قيمتها في البداية؟ واحد. إذا هاي أول قيمة لها رح تكون واحد. طلع القيم الثانية. هلا لما تصير عندي هون هذه واحد بتصير 0.368 في 0.58 ماينس، فراح تصير قيمتها راح تصغر قيمتها ولا تزيد؟ تزيد. لا تزيد. بضرب انا هلا في 0.368 بعدين 0.368 تربيع بعدين قديش بتصير القيمة الجديدة؟ أنا عندي هون أنا حاسبهم 1.366 بعدين بتصير عندي 1.5 تقريبا. لاحظوا هاي هي عباره عن الايكوفلنت لواي ستار اوف زد.
لانه ايش طلع معي هون؟ امبلسز، مش هيك؟ سيريز اوف امبلسز. هلا انتم فكروا من معرفتكم السابقه، انا هون ايش دخلت على الفيرست اوردر سيستم؟ شو دخلت عليه؟ طب احنا اذا دخلنا ستيب فانكشن على فيرست اوردر سيستم من وين بيبدا الاوتبوت؟ اذا بتتذكروا احنا لما ندخل هون على فيرست اوردر سيستم ستيب فانكشن زي هيك، كيف بقول الريسبونس؟ زيرو. مضبوط؟ والقيمه النهائيه تبعته قديش؟ تقريبا. هذا صحيح؟ ايش اول قيمه بدا فيها؟ واحد. وبعدين شو عمل؟ عم بيطلع وبزيد لقيمه معينه وبعدين بستقر عند هاي القيمه. هذا مش نفس هذا، ايش السبب؟ ما في زيرو اوردر فور. فيش زيرو اوردر فور. هذا عباره عن الريسبونس تبع السيستم لسيريز اوف امبلسز. انا هون السيستم كاني شو عملت فيه؟ دخلت امبلس، ضربته امبلس، الارتفاع تبعه قديش؟ واحد. امتى؟ التايم زيرو. بعدين ايش عملت؟ ضربته كمان امبلس. امتى؟ التايم كابيتال تي. بعدين عرضته كمان امبلس التايم دوتي. الريسبونسز هدول هم الاوتبوت اللي طلع معنا هون، وهذا مش صحيح، هذا ما بيشبه الشكل اللي موجود هون. حتى اطلع الشكل اللي بيشبه هذا، شو المفروض اني اعمل؟ احط زيرو اوردر كول ما بين الاثنين. اوكي ماشي؟